احنا لما نزلنا نزلت انا ابراهيم وعبد الوهاب ويوسف وعبد الرحمن، نزلنا كان يوم عادي خالص هزار، وكنا المايه لحد وسطنا، فمفيش اي مانع يعني اللي احنا ننزل عادي المايه لحد وسطنا، وقعدنا نهزر شويه ونلعب، وخدنا بتاع وقت طويل يعني بنهزرنا ولعبنا. بعديها بشويه لقيت الشمس بدات تغيم والموج بدا يعني المايه بدات تسقع برضه، فقمت رجعت شويه عنهم كده وقلت لهم انا هطلع، فقالوا لي استنى شويه بس، كانوا هم ساعتها بيهزروا. رجعت انا بتاع 3 متر كده ورا، ما فيش نص ساعه والموجه جت خدتهم، كانوا ثلاث كانوا اربعه، واحد منهم قدر اللي هو ينجب نفسه، والثلاثه اللي فيهم عبد الرحمن قدروا اللي هم حوالي زي ما اصحابه ما قالوا زي ما كاتبين في المحضر من اول يوم انكتب، اللي هم تقريبا قعدوا ثلث ساعه يحاولوا اللي هم يطلعوا من البحر. كان يوسف جنبي في المايه يعني كان قريب مني، وده انا قرب من بعض جامد، ممكن بيسحبني ناحيته. اللي اتسحب الاول اتسحب عبد الرحمن، بعد كده يوسف، بعد كده بس كان في بينا مسافات. لما بدات اقرب من يوسف فضلت انا هو بقى هو يطلع عليا عشان يتنفس، بعد كده انا اطلع عليه ونتنفس، عملنا كده مع بعض كذا مره لغايه لما خلاص مفيش امل. جت لحظه ان انا الموج حدفنا جامد، بعدت عن يوسف، بعد كده اغمى عليا. قبل ما اغمى عليا كنت يائس يعني، كنت خلاص خلاص يعني رضيت بالموت، لحد ما جه جيت سكي تاني غير اللي واقف، يعني اللي واقف ده من غير مفتاح، جه واحد تاني اتخد عبد الوهاب وطلعه على الشط، وقام داخل بعديها واخد يوسف ومطلعه. كان ساعتها في الوقت ده عبد الرحمن اختفى. عبد الوهاب كان جسمه ازرق خالص ما بيتحركش، يعني دي كانت مفتوحه على الاخر وبيضه وبيرجع رغاوه بيضه كده، فخلاص كل اللي واقف قال خلاص يعني مات. فبعد كده بعد اسعافات اوليه وكلام من ده فبدا يكح شويه، وخدناه على المستشفى النخيل هو ويوسف. يوسف طلع من البحر في حركه شويه عنه، فخدناهم اتحط على الاكسجين لحد ما راحوا مستشفى العمريه، وبعد كده فاقوا يعني شويه. اسم عبد الرحمن احمد عبد الله دوران، هو تالتة مساحه. هو عبد الرحمن كان شخص طموح، كان بيحب الحياه، كان هو نفسه يعني كان نفسه هو يسيب البلد ديت ويروح هولندا، كان نفسه يطير، كان نفسه يروح هولندا بقى كده يروح المانيا. لا عبد الرحمن كان بيحب الدنيا جدا 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 جدا، كانت الابتسامه اللي على وشه دي ما كانتش بتفرقه، كان بيحب الدنيا وكان يعني زي ما هو كان بيقول نفسه اطير. احلى حاجه فيه اللي هو كان يجيب كتب اختي بتاعت الطب ويفضل يقرا فيها، ويقرا الكتب بتاعته، كان اي حاجه يحب يقرا فيها، حتى كتاب هتلر يعني كان بيقراه،
كان يقول لنا هتلر هدي العالم كله عشان ما دخلش فين جميل. لا هو كان نفسه يبقى مخترع، يبقى نفسه يبقى عالم بتاع كيمياء، كان نفسه يبقى عالم. هو كان بيحب الكيمياء، كان بيخترع حاجات كده وكان بيعمل حاجات. هو كان بيحب وكان دايما بقى يعني ايه، هو كان يحب يعمل اختراعات. كان دايما ببقى نايم على السرير هنا وهو تحت، بنفضل نتكلم كتير، فمش نتكلم في ايه، بس اهم حاجه احنا بنتكلم تسلي وقتنا. كل شويه ام تخش علينا وتقول لنا بطلوا ما تتكلموش، ما تعملوش اي حاجه، ناموا ذاكروا اي حاجه. احنا لا كنا بنحب نتكلم مع بعض. مش لاقينا عبد الرحمن. كل يوم بنروح على الشط، انا بروح والده وعمامه واخواته واولاد عمامه، بنشوف ناس جايه تدور على عيالها هي كمان. هنفضل نروح اسم ده لغايه الشط لغايه ما نتاكد ان هو مش موجود في السوق. ولحد دلوقتي احنا شغالين في البحث عنه بفرق مدنيه ولسه ما فيش نتيجه لحد دلوقتي. كمان لما يدفن على الاقل لما تروح تقرا على الفاتحه تبقى عارف مكان انت رايح تقرا فيه. بيقول لك مثلا يعني بيقول لك مثلا ان الميت ده بيبقى موجود بروحه بتبقى عايشه. تروح تبقى موجود حتى تقدر تروح تقرا له الفاتحه، تبقى عارف مكان تطمن عليه. انا لازم اكمل على اساس اننا يعني كده عايزين نصلي عليه الجنازه وعايزينه يندفن. احنا عرفنا ان هو مات يعني الحمد لله، ده قضاء ربنا الحمد لله. بس لازم احنا يعني الجثه دي عايزه قاعده تتورى التراب يعني. اذا كان لنا امل ان هو يطلع، ما فيش امل، هتبقى يعني كده البحر ده المقبره يعني كده مقبرته يعني. يا تربيته ممكن تكون البحر، والله اعلم. احنا نزلنا البحر 4. صعبه جدا فكره ان احنا ننزل مع بعض 4 ونطلع 3 بس. قلنا احنا ننزل يعني احنا نازلين عشان نتفسح، نازلين عشان نغير جو، صاحبنا يروح مننا. صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا.